عادة ما يستخدم الجزائريون في منازلهم مصابيح لتخفيض من طاقة الاستهلاك، متجاهلين مخاطرها الصحية خاصة على الدماغ والجهاز التنفسي والجلد. هذا ما أكده مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك. بالفعل المصابيح الاقتصادية وهي اقتصادية كما يدل عليه، إلا أنها تحتوي على مادة الزئبق، هذه المادة الخطيرة التي لابد على المستهلك الجزائري أن يكون حذرا خاصة عندما ينكسر المصباح. جمعية حماية المستهلك دعت للتقليل من استعمالها عبر تنظيم العديد من الحملات التوعوية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لأخذ الحيطة والحذر، خاصة عند انكسارها كفتح النوافذ مباشرة والتنظيف الفوري للمكان بطرق آمنة. العملية التوعوية نقوم بها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا تم الحديث في هذا المجال في عدة ندوات وأيضا حتى تناقلت وسائل الإعلام، وبالتالي نحن كلما تكون لنا الفرصة في هذا المجال ونتحدث عليها لأنها من الضروريات، كما أنه نتحدث أيضا عن الحوادث المنزلية وكيفية تجنبها، عن تسممات بالغاز، لأنه الآن مع العصرنا هنالك عدة تقنيات وعدة أجهزة حديثة بقدر ما تأتي بالمنفعة بقدر ما يمكن أن تأتي. لابد أن يقوم بإغلاق الغرفة على الأقل لمدة 5 دقائق مع فتح النوافذ حتى يخرج هذا البخار، وأيضا عليه بالحذر من خلال تنظيف المكان الذي سقط فيه هذا المصباح. ويبقى استخدام المصابيح الاقتصادية ضروريا مع أخذ كل التدابير اللازمة لتجنب مخاطرها.